هذا الطفل كان يعني أخرجوه من بين هذه الركام، من بين هذا الركام، هذا الطفل كما ترون، بعد أن ارتقى إلى الله عز وجل إخوانه الأربعة وأمه وأبناء خاله وزوجة خاله. Voici l'histoire de Mohamed qui, en un seul bombardement, a perdu toute sa famille. Son fils cadet est le seul survivant. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على هذا الحال وعلى كل حال. يعني اللي حصل عنا إنه يعني كما تعلمون كنا نمر بأيام العيد، عيد فطر السعيد، ولكن العيد أصبح عنا عيدين بفضل الله سبحانه وتعالى، عيد الفطر السعيد وعيد ارتقاء الأهل جميعا إلى الله عز وجل شهداء، وبدون سابق إنذار بقصف هذا البيت كما ترون، هذا بيت نسايبي، بعد أن كانت زوجتي وأبنائي يعني أتوا إلى هذا المكان كي يقوموا بالمعايدة على خالهم وأولاد خالهم ويقضوا يوما جميلا من أيام عيد الفطر السعيد، أن قاموا بقصف هذه العائلة وهذا البيت وهو جميعهم أطفال وأمهاتهم. يعني أنا اسمي محمد الحديدة، فقدت زوجتي مها محمد عبد العال الحديدة عائلتها أبو حطب، وفقدت ابني الكبير صهيب محمد الحديدة عمره 13 أو 14 عام صف أولى إعدادي، وفقدت ابني يحيى محمد الحديدة عمره 11 عام صف الخامس، وفقدت ابني عبد الرحمن محمد الحديدة عمره 8 أعوام بالصف الثاني، وفقدت ابني أسامة محمد الحديدة عمره 6 أعوام سجلته في المدرسة لبداية السنة، والطفل الشهيد الحي عمر محمد الحديدة، هذا الطفل المعجزة الذي خرج من بين الأنقاض. يعني أنا تلقيت الخبر، أنا أسكن يعني مش بعيد عن هذا البيت، فسمعت انفجار هز المربع كله، هز الشاطئ كله، فببلغني أحد الجيران إنه تم استهداف بيت نسايبك، فجيت هذا المكان يعني أجري، فوجدت البيت هذا، كان البيت مكون من 3 طوابق مسوى في الأرض، وكان الدفاع المدني وكان الإسعافات تخرج الأطفال من تحت هذا البيت. يعني أنا رسالتي من خلال إذاعتكم لأحرار العالم، للمجتمع الدولي، لأطفال العالم، للأطفال نفسهم اللي بيشوفونا على شاشات التلفزة، هؤلاء أصدقائكم، هؤلاء أصدقائكم أطفال غزة يقصفون بحمم بركانية، إحنا يعني نحتسبهم عند الله شهداء وفي سبيل الله وفي سبيل مصر رسول الله، والله يرحمهم وربنا يعوضنا عوض خير وحسبنا الله وأنت نعم الوكيل. Ne les laissons pas sombrer. Ensemble, reconstruisons Gaza. Faites un don sur humanappeal.fr ou appelez le 01 42 46 36 36.